أنا عندي محل سيراميك وآخذ من التجار السيراميك في جدة. هو قال في جدة، والله ما أدري، أظن قال في جدة. المهم يقول الصح إني أروح أستورد من المصنع مباشرة ولا أشتغل معاهم؟ الجواب رأيي الشخصي خلك مع التجار لعدة أسباب، هذا رأيي شخصي أنا. ليش يزيد؟ أنت محلك أنواع جدا كثيرة، الأنواع هذه ما أتوقع أنا أن المورد اللي أنت تشتري منه، أنت ما تشتري من مورد واحد، أتوقع تشتري من عدة موردين، لأن المورد يتعامل مع مثلا 3 مصانع أو 4 أو مصنع واحد يعطيه تشكيلات كبيرة، فالمورد الثاني تحتاجه، التاجر الثاني تحتاجه، فكل تاجر عنده تشكيلة مختلفة. وانت بسعرك اليوم اللي بتشتري على كميات محلك البسيطة، انت تبغى تشكيلة جدا كبيرة، فما تقدر تروح للمصنع مباشرة وتاخذ منه، بترتفع عليك التكلفة. فالتاجر وغير التكلفة بترتفع عليك المدة، الشحن والطلبية ودفع الفلوس المقدم والضمان البنكي والكلام هذا. فانت ركز في اللي انت فيه، ركز بالعكس، ركز حتى انك دورك راح خذ تسهيلات من التاجر، اثبت لانك انت ممتاز وانك انت كويس، وخفض اسعارك وخذ تسهيلات، اشتغل بفلوس التاجر. ايش معنى فكرتك يزيد خليك مع التاجر، اشتغل بفلوس التاجر؟ يعني مثلا راح للتاجر قل له اسمع انا بسدد لك خلال 30 يوم ولا 60 يوم ولا 90 يوم، حاول تقنع اذا انت كويس. يقولك طيب ممتاز، ممكن غير كذا تاخذ كمية بسيطة وتعرف انت تكلفتك وربحيتك، وتروح الكمية هذه البسيطة تروح المقاولين وتعطيهم اياه بربح لا يذكر بعلاقاتك مع هذا التاجر اللي انت تواصل معه، تعطيه يعني تربح في 10 ريال هللتين بسيط، بس كميات كبيرة تبيع، تصير انت ما سويت شيء، انت دورك كأنك وسيط، انت كنت كأنك موزع للتاجر، وبفلوس التاجر انت اخذت ربح، بس انت ما حطيت فلوس، فهمت؟ هذاك اعطاك الطلبية وانت رحت للتاجر جبت الطلبية مثل سعي البريد، ولكن لازم تصير الطلبية انت تملكها، هذه مهمة جدا لان فيها نظرية شرعية تبيع ما لا تملك، وهذه لازم تنتبه لها. والله يطرح البركة وفك ولا يخسر مسلم، هذه وجهة نظري الشخصية. وبحط ملاحظة بس صغيرة، حاول دائما في تجارتك تحاول تاخذ الربح كله، يعني لا تحاول توصل للنهاية من الاول للاخير، لان كل مرحلة فيها مخاطرها، فلا تاخذ كل المخاطر. صح ان هذه تقليل تكاليف، هذه لا تحاول تاخذ الا في حالات انت مالي يدك منها، لان شوي فيها مخاطرة، كل مرحلة فيها مخاطر، فانتبه من هذه النظرية. وانت في البداية الصح تحاول تشتغل قدر المستطاع بفلوس المورد اللي هذه، ما تنطبق على كل فكرة وما تنطبق على كل مشروع. بعطيك مثالين مختلفات، مو معناها انك انت فاتح محل خضار مثلا تروح تشتري من البقالة او من السوبر ماركت، لا مو معناها كذا، ولا معناها انك تروح تشتري من المزرعة، لان المزرعة يبغى يبيع كميات ونقل وشحن، معناها انك تروح لسوق الخضار الكبير اللي قبل الفجر، هذا معناها. في المقاولات انت جاي ماخذ مشروع، انت مقاول، مو صح انت تسوي كل شيء، مو صح انت تسوي الحفر، لا، الحفر بتجيب واحد متخصص بالحفر، مو بدون تقول بشتري شاول او بوكلين عشان احفر، وباجيب انا اللي بصب انا اللي بسوي العظم، وانا اللي بشتري الخشب، وانا ما تقدر في النهايه، بتحمل تكاليف في النهايه بيخسر المشروع، لان الناس هذولي بيصير في وقت ما عندهم شغل. فهمت الفكره؟ يبغى لها كذا تركيبه معادله، وما شاء الله انتم اساتذه وافهم مني في الموضوع ذا، بس هذه وجهه نظري، يعني مو على كل حال في كل حال، حلوة دي، مو على كل